عليكم أجلونا نداء أخير لخيول المجموعة الثالثة ابن رشيد محروس أحلام الرشيد جينيفر أسد الصخرة عز بلاد طبعا متواجد معنا داخل أرضية الميدان جهاد موعد 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 ستي انا بقدم لها هدايا الحصص اول ثاني ثالث راشد اول يوم لي طرفه اول يوم لي جواب زين بارك الله فيك زين الف إذن ابن رشيد داخل أرضية الميدان أيضا عبد الفحر رشيد الناصر الأم جمرة بنت بريق للمالكين أولاد الحاج أبو ماجد صقري من منشية زبدة المدربين الصدمات الأزرق القيادة طبعا ستكون لعلاء غريفات علاء أو حمودة طبعا حمودة يعد اسطبلات احد خيالة اسطبلات الازرق في عالم السباقات الميادين هذا الموسم يدخل وبقوة الى عالم السباقات تحت اشراف المدرب والمايسترو على خليفات اوسع ابواب التاريخ إذن إياس أبو جبل أبو العاطف على صهوة محروس تفحل الأدهم الأم بنتور الملك محمد ترشحاني المدرب سامي ترشحاني قيادة لأبو العاطف إياس أبو جبل الماكينة إياس أبو جبل الذي حصد مؤخرا في ميدان الأحلام على جائزة السيارة اقتنصها من خلال انتضائه الحصان البطل شيخ البدو كانت قيادة رائعة موفقة كان شوط رائع رأياس إذن زنور على صهوة أحلام الرشيد بنت الفحر الكلاسيك رشيد الأم صخرة بنت الفانتوم بنت نفاتة أنا شايفها بنت نفاتة الصراحة على حسب الشكل بنت نفاتة لكن مش مين مالك حسن غدير مدرب أيضا حسن قيادة لزنور حمودة العارف على صهوة عز بلاك تنفعل بلاك سبرادو الأم شمس الملك عصام عثامني المدرب عبد عثامني القيادة ستكون لحمودة أبو حسين علاء ظهورها يا أبوي الله يرضى عليك إذن الأول عليك والطيران علينا هنا في المطار والعرايس علينا وجوائز أيضا ستوزع ومقدمة من سوبر سوس مجموعة فيتامينات ستقدم وتوزع أيضا اليوم للأشواط محسوس على غرفات على صوت ابن رشيد بعملية الإحماء تجي إلى نقطة الانطلاق من فحل رشيد الناصر الأم جمرة بالطريق الملاك أولاد الحاج أبو ماجد صقري منشية زبدة مدربين اسطبلات الأزرق القيادة طبعا لعلاء ولد الملوك بن الفحل شريف باشا بن سنان باشا
بنفيكا من جهاد نمارني قيادة لعمر والمدرب طارق كعبية. ايه محمد زين زين اسم 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 قلبي المحتفور ايه بتهدمي في ثلاث حقات زود ما وصلتش الناس عندك عصام على وقت السلام عليكم حساس شهرين فلوس فيه بس بشرفك سجل فيه بغداد أول سنة ثالث نعمل في الآخر سنة علام ونسمع بس هاي عليك كنت تبين عجلنا يا أبويا محمد تحياتنا لأبو عبد الله الماز كعدية إخواني نذكر لجميع المدربين جائزة خاصة فقط للمدربين المدرب الذي يحضر خيول إلى مهرجان اليوم أكثر خيول إلى مهرجان اليوم سوف إن شاء الله يحصل على جائزة من المهرجان جائزة عبارة عن سرج مقدم من الأخ شادي دولي المدرب الذي يحصل على مراتب ثلاثة أولى أكثر في مهرجان اليوم الذي يحضر خيول أكثر إلى المهرجان سوف يحصل على جائزة عبارة عن سرج مقدم من الأخ شادي دولي أبو مروان خيل بعده هذه أسماء الخيول المشاركة في المجموعة الرابعة كمان مرة شعراوي الزير الزرخيل إمبراطور برهان وزير المبين إذن البغدادي محمد كعبية الملقب بالبغدادي على صهوة أسد الصخرة بلفح الابن الصخرة الأم بنت السنجابي للمالك العم أبو عبد الله الماز كعبية المدرب أيضا العم أبو عبد الله والقيادة ستكون للبغدادي محمد كعبية عجلنا يا أبويا في المقاطب البزين سلمان فوتوا للقضية يلا يا أبويا استعجلنا الخير صارت واصلة الجهاز الانطلاق منظمين الملاك الله يرضى عليكم عجلونا هذه الاسماء باسرع وقت ممكن شعراوي الزير عز الخيل امبراطور وبرهان وزير المبين تحياتنا لزاهر ابو محمود مدير المقصور حبايبنا السواعد الأول عليك الرحلة على باتورز وعلى ميدان المطار طبعا رحلة زوجية لطابة ولشرم الشيخ العرايس علينا فالحقنا بعروسة الوافي بعدين اسمع اسمع كم من واحد انت بتبرع ست الدين اللي عليك ست الدين والحاصل ايضا على اكثر مراتب ثلاثة اولى في مهرجان اليوم من المدربين طبعا سيحصل على جائزة عبارة عن سرج مقدم من الاخ شادي دولي يا سلام ويا نار اذا عمر او هو محمد كعبية البغدادي على صوة اسد الصخرة يدخل اخر من يدخل جهاز الانطلاق
لحظات لتفتح الابواب امام خيول المجموعه الثالثه. وصلق ولينطلق الشوط الثالث على بركه الاحلام الرشيد. تنتزع الصداره من البدايه مع زنور غدير. الامهار بالمراحل الاولى من السباق. ابن رشيد بالمراتب الثانيه مع الخيال على اغريفات احلام الرشيد. ما تزال متصدره المجموعه ابن رشيد بالمراتب الثانيه. اياس ابو جبل عصابه محروس بالمراتب الثالثه. الخيول الان دخلت المنعطف الاول. الامهار دخلت المنعطف الاول. بسم الله ما شاء الله احلام الرشيد ما تزال متصدره المجموعه. يا ساتر. اسعاف اسعاف للمنعطف الاول. اسعاف الله يرضى عليكم. اسعاف للمنعطف الاول. طيب لف من الناحيه الثانيه، من الناحيه الثانيه الاسعاف. اذا الخيول خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. احلام الرشيد وابن الرشيد. احلام الرشيد وابن الرشيد بنزاع للمرتبه الاولى. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا المستوى الرائع والجميل. احلام الرشيد احلام الرشيد يا سلام. وجينيفر بل هي جينيفر معنا العبور بالمرتبه الاولى. يا سلام يا سلام جينيفر بالمرتبة الأولى مع الخيال عمر. أحلام الرشيد بالمرتبة الثانية مع الخيال زنور. ابن رشيد بالمراتب الثالثة مع الخيال على غريفات. إذن بسم الله ما شاء الله استقبلوا معنا جينيفر صاحبة المرتبة الأولى في هذا الشوط مع الخيال الواعد عمر غدير بتنفح الولد الملوك بتنفح الشريف باشا لسعة التتويج وعلى الكاميرا يا شباب بتنفح الولد الملوك بن شريف باشا بن سيمان باشا الأم جمانة بن سنجابي الملك أبو اليوسف جهاد مارني مدرب طارق كعبية القيادة لعمر غدير. وين التصفيق يا شباب؟ تصفيق لجينيفر أبو السليم عبد السليم فودي بن الرينا يسلم الجائزة. رحلة زوجية لطابة أو شرم الشيخ. مبروك أبو اليوسف طارق كعبية علاء كعبية عمر غدير. قيادة رائعة الصراحة وموفقة. الله يوفقك إن شاء الله. رحلة زوجية يا ابو اليوسف الى طابة او شرم الشيخ. يلا فضونا ساعة التويج شباب الاولاد الصغار الله يرضى عليكم المنظمين. لحد ياكل له سكة عطفة الله يرضى عليكم. بسم الله ما شاء الله احلام الرشيد تبارك الخالق. صور تذكارية وجماعية طبعا مع جينيفر. اذا احلام الرشيد صاحبة المرتبة الثانية بتنفعل كلاسيك رشيد الام صخره بدنا فاتر لذلك حسن غدير مدرب ايضا حسن القياده لزنور صقر الاحجارات على الكاميرا يا زنور على الكاميرا حبيبي زنور زنور صقر الاحجارات صور جماعيه وتذكاريه مع زاهر ابو محمود ابو السليم الملاك المدربين مبروك الف مبروك يا حسن مع احلام الرشيد بسم الله ما شاء الله ابن رشيد صاحب المرتبة الثالثة في هذا الشوط. إذا ابن رشيد كمان ذكرنا من الصباط الأزرق بتفعل رشيد الناصر الأم جمرة بن ملك من الملاك أولاد الحاج أبو ماجد صقري من مشية زبدة والخيال كان على غرفات أحد الملاك طبعا إبراهيم سلطة وعلي سلكاس المرتبة الثالثة مبروك حمد أبو الماجد سامح يعطيك العافية حبيبي سامح رجل القانون القادم إن شاء الله بعون الله يا سامح رجل القانون بلاش أقول